البداية من كارثة حي السلم، وإلى هناك ننتقل مباشرة مع الزميل حسين خريس. حسين، مساء الخير، كيف هو الوضع الآن في منطقة حي السلم؟ يعني نحن منذ الصباح الباكر كنا قد أتينا إلى منطقة حي السلم، وقد قمنا بجولة على معظم الأحياء، حي الأرامل وشارع الزهراء وحي الأجنحة الخمسة، وصولا إلى حدود منطقة التيرو. أذكر بأن الوضع لا يزال مأساويا حتى الساعة، الجرافات التابعة للأحزاب المعنية في هذه المنطقة في الضاحية الجنوبية تقوم بتدمير الجسور التي كانت تحد من وصول المياه إلى البيوت قبل هذا الفيضان، واليوم هناك حاجة ماسة لهد هذه الجسور. إذا قامت هذه الأحزاب بهد أكثر من 3 جسور حتى الساعة، وهي تستمر بالعمل منذ بداية العاصفة حتى هذه اللحظة. الوضع لا يزال كارثيا، هناك أكثر من 100 بيت محاصر حتى هذه اللحظة. الآن كاميرا الام تي في مع الزميل رواد جرمانوس، يعني تستطيعون أن تروا حجم المياه الذي وصل إلى البيوت وإلى الأحياء السكنية وإلى المحال التجارية، وشل الحركة المعيشية كليا هنا في شارع الأرامل حيث نتواجد وحيث يبعد عنا معمل النفايات بضعة أمتار. نذكر بأن هذا النهر هو من كفرشيما وصولا إلى مرورا بحي السلم ويصب في بحر الأوزاعي. هنا أقفلت الجرافات للدفاع المدني، الناشطون من الأحياء يطلبون فقط الدعم بالآليات، وهم لا يتذمرون من التطوع بالعمل، فقط يطلبون المزيد من الدعم بالآلات التي تساعدهم على إنجاز عملهم وإنقاذ الذين يحتاجون. الزميل حسين خريس، شكرا جزيلا لك، ونعتذر عن رداءة الطقس. وكان حي السلم استفاق على مشهد كارثي فضح غياب الدولة. تقرير حسين خريس. الطريق إلى حي السلم سالك لكنه أكثر موعر، فالطبيعة وقفت في هذه الأحياء الشعبية إلى جانب الدولة لتزيدها قهرا على قهر. ذنب هؤلاء أنهم أقاموا الجوار مع نهر لطالما سخر العارفون به من أنه لا يستحق تسميته كنهر، وكأنه اليوم يتحول إلى فيضان انتقاما من كل شيء ومن كل من جاوره حجرا وبشرا. المشهد كفيل بأن تعلن المنطقة منكوبة، فهذه الصور ليست نتاج زلزال مدمر بل ما خلفته أمطار طبيعية، ومن الطبيعي أن تستثمر في ثروة مائية لا أن تتحول إلى ثورة ضد الناس. وحيث خجلت الأقدام السياسية والنيابية أن تطأ، دخل فريق الام تي في أرض شارع الزهراء في العمروسية لينقل حجم معاناة المواطنين في تلك المنطقة. هون في 10 بيوت هون فاتت ما طلع حدا منهم بالمرة، البيوت راحت على الأرض كلها. حالي كارثة طبيعية، كل الناس غايبة، ما في إلا أولاد المنطقة اللي عم يشتغلوا طبيعي على الأرض. إجا رئيس البلدية الصبح طلع بالمنظر مثل ما أناك شايف، حمل حاله فال مثل كأنه شمتين فينا، يعني منطقة صيدا القديمة وما فوق هي اللي بتعني له، من هون وبالرايح ابدا ما بتعني له شيء. اكثر من 100 150 بيت محاصرين، اطفال اولاد كلها بالبيوت، عم نزقها نحن بايدينا ونطلعها. مشهد الداخل ليس بارحم من المشهد الخارجي، فالبيوت الارضيه التي تركها اهلها ودمر اثاثها وفتحت جدرانها بانتظار انحسار العاصفه بعد الحسره على الممتلكات. واقفين يا نواب، تعال شوف الكهرب متنا، تعال شوف الكهرب، صوروا الكهرب. حج النواب، النواب اللي انتخبتون يا حج، وينهم؟ ما بينهم، ما بين حدا، ما حدا فادنا ولا حدا داعي علينا ولا حدا. الجرافات هذه لم تأخذ استراحة منذ بداية العاصفة، والعاملون هم من أبناء المنطقة الذين لم يتذمروا من التطوع بل طالبوا فقط بدعمهم أقله بالآليات. للقريب قبل البعيد، صدق أو لا تصدق، إننا في بقعة من لبنان تضع حي السلم في شارع أعلن عن نكبته بنفسه، لأن المسؤول ضمير مستتر ومتستر. وإذا كانت الصورة أصدق إنباء من كثرة الكلام، فالأمل أن تكون أكثر وقعا على أصحاب الضمائر إن وجدوا. من قرب نهر الغدير في حي السلم، حسين خريس، بشير أبي راشد، أم تي في.